صباح ذلك 25 من يوليوز وصل رشيد مهدان إلى الوكالة البنكية الكائنة بزنقة وادي فاس في مدينة مراكش. كان مديرا لتلك الوكالة، وكانت الساعة تشير إلى 7:45، وقد فاجأه أن الباب مفتوحا، بل إن ذلك أغضبه. دخل وهو يريد توبيخ كاتبته الخاصة عيد المفتوح والمنظف رحمة المدور، ولكنه وقع عليهما طريحتي فناء الوكالة وسط بركة من الدماء. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. جثتان في وكالة بنكية، الحلقة الأولى. دأب مدير وكالة البنك الإفريقي للتجارة الداخلية رشيد مهدان على الالتحاق بالوكالة صباح كل يوم في 8:45. في 25 من يوليوز من العام 10 و2000، وكعادته وصل إلى الباب الخلفي للوكالة الكائن بزنقة وادي فاس في مراكش. كان يتوقع أن يجد الباب مغلقا وأن يقرع الجرس حتى تفتح له الكاتبة أو المنظفة، ولكنه في ذلك الصباح لما وصل وجد الباب مفتوحا. دخل وقد عقد العزم على توبيخ الكاتبة والمنظفة، فمن غير المعقول أن يبقى باب الوكالة البنكية من حيث يلج الموظفون مفتوحا قبل 8:30. المسألة مسألة أمن وسلامة الوكالة. ما أن خطى بضع خطوات متقدما نحو فناء الوكالة حتى فاجأه وجود امرأتين طريحتي الأرض. لما أمعن النظر تبين له أن إحداهما كاتبته الخاصة واسمها عيد المفتوح، والثانية لم تكن سوى المنظفة واسمها رحمة المدور. كان مشهدا رهيبا، حول المرأتين بركة دم. ناداهما باسميهما، لم تجيبا، لم يعد لديه شك في أنهما فارقت الحياة. أسرع الخطى إلى مكتبه واتصل بشرطة النجدة. بعد دقائق حضرت سيارة شرطة وعلى متنها 3 أفراد يقودهم رقيب. كان الرقيب أول من دخل الوكالة، كان مديرها رشيد مهدان في الانتظار. قصد الشرطي رأسا إلى بهو الوكالة حيث الجثتان، كان يتحرك حولهما بحذر. قام بجس نبضهما، أيقن أنهما ميتتان. بواسطة اللاسلكي اتصل بقاعة المواصلات وطلب حضور العميد المتخصص في مسرح الجريمة. لم يمر وقت طويل حتى كان العميد الممتاز أحمد العمري حاضرا، كما حضرت إلى باب الوكالة سيارة إسعاف، إذ لا يحق له أن يقرر ما إذا كانت فارقت الحياة أم لا، ذلك شأن يخص الطبيب. طلب العميد من مدير الوكالة البنكية معلومات حول هويتي المرأتين. أبلغه أن إحداهما كاتبته الخاصة، وهي امرأة في منتصف العقد الخامس، اسمها عيد المفتوح، سيدة متزوجة. أما الثانية فهي رحمة المدور، مطلقة في 30، كانت تعمل منظفة بالوكالة. أضاف مدير الوكالة البنكية أن كاتبته الخاصة سيدة عرفت باستقامتها وأنها كانت أقدم موظفي الوكالة، كما أن المنظفة رحمة لم يسبق أن أوخذت بأي مخالفة وأنها تعمل في الوكالة منذ 5 أعوام. كان الطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة دكتور مصطفى العلواني أول من التحق بالعميد الممتاز أحمد العمري، فحص المرأتين وأعلن أنهما فارقت الحياة منذ أقل من ساعتين.
تقتضي المهمة التي يقوم بها العميد أن يبلغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك ما قام به، كما أنه أبلغ رئيس المنطقة ووالي أمن مراكش، فالأمر يتعلق بجريمة قتل وقعت داخل وكالة بنكية. بعد المعاينة التي قام بها الطبيب البلدي، جاء دور الضابط الممتاز محمود ناصر رئيس فرقة مسرح الجريمة. تتمثل مهمة الضابط في التقاط صور للجثتين وهما في الوضع الذي كانتا عليه لما اكتشفتا، والبحث على مسرح الجريمة عن كل ما قد يساعد في الوصول إلى القاتل أو القتلة. حضر نائب الوكيل العام، وبعد أن أبلغه العميد العمري بما توفر من معلومات، أمر بالتعجيل بإنهاء المعاينة ورفع الجثتين ونقلهما إلى المستودع البلدي للأموات. كانت تعليماته إلى الطبيب الشرعي أن يقوم بالفحص الضروري للجثتين وإجراء التشريح إذا اقتضى الحال ذلك. رفعت الجثتان في المكان الذي كانت به إحداهما. لاحظ الضابط الممتاز محمود ناصر وجود قطعة زجاج بيضاوية الشكل. لاحظ الضابط أنها قد تكون زجاجة نظارات طبية، كانت سليمة ولا تبدو عليها آثار بصمات. كان الضابط قد لاحظ آثار تمزيق لسروال عيد المفتوح، بما يوحي بأنها ربما تكون تعرضت لعملية اغتصاب. كانت تلك الملاحظة في جملة ما سجله الضابط لما وصل رئيس الفرقة الجنائية الأولى الذي طالبه بالتعجيل بتحرير تقريره ورفعه إليه. التسلسل الطبيعي للتحري حول جريمة القتل المزدوجة التي وقعت بتلك الوكالة البنكية يقتضي الاستماع إلى مدير الوكالة باعتباره المسؤول الأول عنها، ثم لأنه كان من اكتشف الجثتين ومن أبلغ الشرطة. أعطى السيد رشيد مهدان وبتفصيل كل المعلومات التي تخص الضحيتين، كما أبلغ العميد العمري بأنه تعود على الوصول إلى الوكالة البنكية في حدود 8:45 وأن يلجها من البوابة الخلفية في زنقة وادي فاس. قال أيضا إن السيدة عايدة المفتوح كاتبته الخاصة تتوفر على مفتاح الوكالة، وإنها كانت تأتي كل يوم عمل في 7 صباحا، تلتحق بها بعد ذلك المنظفة رحمة، كانت تغلقان الباب ولا تفتحانه إلا عندما يصل. كانت عايدة تتوفر على مفتاح للوكالة، وكان ضروريا إذن البحث عن ذلك المفتاح. فتش العميد درج مكتبها ولم يعثر عليه، فأمر إحدى مفتشات الشرطة بالتوجه إلى المستودع البلدي للأموات والبحث في ملابس الضحية علها تعثر على المفتاح المفقود. في جوار الوكالة البنكية لم تمكن التحريات من الحصول على شيء، إلا ما أفاد به أحد السكان الذي قال إنه بينما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح صادف سيارة أجرة من الصنف الصغير تغادر جوار الوكالة البنكية من زنقة وادي فاس. قال إنها مضت مسرعة وكان على متنها شخصان، لم يضف شيئا آخر، فهو لم يتمكن من النظر إلى وجه السائق ولا إلى الذي كان بجانبه، ولم يسجل رقم السيارة. توقف البحث في الوكالة البنكية وفي جوارها، والتحق فريق الباحثين بمقر المفوضية لاجتماع احتضنه مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. كان موضوع هذا الاجتماع تقييم المعطيات المتوفرة ووضع خطة عمل في ضوء كل ذلك. كان في طليعة ما خرج به ذلك الاجتماع البحث عن زوج الكاتبة الخاصة لمدير الوكالة البنكية عايدة المفتوح، والتوجه إلى النظاراتيين لمعرفة نوعية الزجاجة بيضاوية الشكل التي تم اكتشافها في مسرح الجريمة. كان الأمل أن تأتي هاتان الخطوتان بما يتيح التقدم في التحريات وفك لغز تلك الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها امرأتان. كانت الساعة تقترب من 11:00 لما انفض الاجتماع، وبينما توجه مفتش للشرطة لعرض زجاجة النظارات التي عثر عليها في مسرح الجريمة على النظاراتيين، توجه العميد منير الخديجي رئيس الفرقة الجنائية الأولى إلى منزل الهالكة عايدة المفتوح. طرق الباب، وبعد عدة دقائق فتح رجل بلباس النوم. كان يبدو وكأنه استيقظ لتوه، كانت نظراته توحي بأنه قادم من نوم عميق. باغته العميد بأن سأله عن زوجته عايدة المفتوح.
رد الرجل بأنها ذهبت إلى عملها في الوكالة البنكية، قال إنها تعودت على الالتحاق بعملها باكرا، وإنه لما خرجت كان نائما لأنه يعود متأخرا إلى المنزل نظرا لطبيعة عمله كسائق تاكسي. تذكر العميد تلك الشهادة اليتيمة التي توصل بها الباحثون، تلك التي قال فيها أحد الجيران إنه لما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح رأى سيارة أجرة صغيرة تغادر زنقة وادي فاس مسرعة بعدما انطلقت من جوار الوكالة البنكية. سأل العميد منير الخديجي زوج عايدة، وقد علم أن اسمه عبد الجليل الرواصي، عن سيارته، قال إنها في موقف السيارات المجاور، طلب منه أن يعاينها. رافق الرجل العميد إلى موقف السيارات، عاينها وفحص ما بداخلها فلم يكتشف ما قد يفيد التحقيق. إذ ذاك فقط أبلغه بأن زوجته راحت ضحية جريمة قتل مزدوجة وقعت في الوكالة البنكية، وكانت ضحيتها أيضا منظفة الوكالة. انهار الرجل وانخرط في نوبة بكاء هستيرية. ساعده العميد على التماسك ورافقه إلى باب منزله وطلب منه أن يأتي إلى المفوضية قبل عصر ذلك اليوم. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية.